للأسف في المركز 17 ومصر المقاصة اللي هبط رسميا. كابتن طارق العشري المدير الفني القدير لطلاع الجيش، ألف ألف مبروك يا كابتن. شكرا مهيب، تحياتي ليك والأسرة البرنامج. تحياتي ليك، أنا لو في جايزة السنة دي هديها لك يا كابتن طارق. ربنا يبارك فيك مهيب. يعني ما شاء الله عليك، أكتر مدرب جمع نقاط في الفترة الأخيرة وتشتغل بهدوء ويعني على قد الإمكانيات الحمد لله والشكر. وكل الأندية كمان بتقاتل عشان تاخد اللعيبة بتاعتك، يعني كان الله في عونك. والله الحمد لله. أنا سمعت إن إحنا نعمل بقى النهاية كويسة. عندنا ثلاث ماتشات مهمين، سيراميكا الأهلي والإسماعيلي، عشان نهايات مهمة كده. يعني كل الماتشات في الدوري الفترة اللي جاية ما شاء الله كلها ضرب نار. حاجة يعني عندنا طموح إن إحنا نواصل المشوار. الكلام ده قلته لك قبل كده بعد ما دخلنا في المنطقة ديت. الحمد لله النهارده ثلاث نقاط مهمين جدا من انبي ملعبه، يعني بيدينا دافع لمواصلة المشوار في الثلاث مباريات اللي جاية. أنا عايز أخد رأيك في سواريش يا كابتن طارق العشري، يعني أنت دايما المدربين البرتغاليين يعني بتحب تتفرج عليهم، ودايما كنت مع مانويل جوزيه كان بيعتبر الأب الروحي ليك. مانويل في حتة تانية يعني. مانويل من المدربين اللي عملوا يعني قصة حب بين النادي الأهلي وجماهيره. يعني أنت عارف لأول مرة الجماهير تحب مدرب أجنبي وحقق بطولات كبيرة جدا جدا جدا. طبعا مانويل يعني صراحة تاريخه كبير جدا مع النادي الأهلي. سواريش أنا شايف صراحة التوقيت بتاع دخوله توقيت صعب جدا، فرقة تضرب، فالنتائج ما كانتش كويسة على الصعيد خروج من افريقيا، ثم النتائج مع في البطولة المحلية برضه ما كانتش كويسة، فكان واجب التغيير. وجه سواريش مباريات متتالية كل ثلاث أيام، عناصر الأساسية مجهدة اللي بتسمع الفارق، فحسنا فعل قرار مجلس إدارة براحتهم وإعطاء فرصة لمجموعة كبيرة جدا من الشباب عشان الموسم الجاي يبدأ تحضيره من دلوقتي بشكل كويس جدا كده. أنا شايف إن أنت عشان تقدر تحكم على سواريش في الفترة اللي جاية ديت، أعتقد ديت يعني فترة تحضيرية لسواريش لموسم جديد عشان تقدر بعد كده تقدر تحكم عليه، لأن التوقيت رغم ما خدموهوش بشكل كويس جدا جدا عشان المدرب يقدر يحط بصمته محتاج وقت. يعني أنت مع استمرار الموسم القادم؟ أعتقد هو يعني النادي الأهلي ما بيغيرش من يوم وليلة، والنتائج يعني ما تحسنتش بشكل كبير جدا برضه نظرا للظروف. انا شايف ان لابد اعطاء الفرصه بشكل كويس الفتره اللي جايه، بعد كده يبقى الحساب. اعتقد النادي الاهلي من الادارات اللي بتتعامل بنفس المنهجيه دي. طيب لو قلت لك فيريرا ولا جوزيه تقول لي ايه؟ الاثنين صراحه عاملين تاريخ يعني مع النادي الاهلي ومانويل جوزيه، وفيريرا مع نادي الزمالك، لان ديت فيريرا بيأكد للمرة الثانية في توليه ان هو مدرب قدير، قدر ان هو الفترة الاولى يحقق كاس ودوري، والسنة دي برضه قريب جدا جدا من حسم اللقب ويحقق كاس ودوري، وده ما اعتقد يعني ما بيجيش من صدفة، لابد من وراءه مدرب جيد وستاف كويس وإدارة كويسة بتدعم الفريق بشكل كويس ولاعبين متألقين في الفترة الحالية. يقارن بجوزيه بمانويل؟ طبعا يقارن، الاثنين مدربين كبار ليهم اساميهم بشكل كبير جدا، وبعدين نتائجهم هي اللي بتتحدث عنها. طبعا الفتره اللي عادها مانويل كانت كبيره اكبر من فيريرا. طبعا يعني انا شايف ان فيريرا من المدربين اللي لابد نادي الزمالك يحافظ عليهم بشكل كويس، لان الراجل يعني بالصدفه ان هو يحقق بطوله دوري وكاس الكلام ده عامله قبل كده. ظبطت طبعا السنه دي كمان الظروف اصعب. طبعا في ناس مشت، طبعا قيد موقوف واعتماد على بعض الناشئين، فطبعا ده شيء جيد جدا جدا ان المدرب يعمل توليفه ياخد بيها بطولتين المحليين اللي هي البطولتين الكبار. الزمالك كان بعيد السنه دي خالص ان هو ياخد الدوري، ده انجاز كبير جدا. بالظبط. طيب مفيش اخبار عن التعاقدات الجديده لطلاع الجيش؟ والله لسه يا مهندس لسه. احنا طبعا احنا هدف رئيسي لينا ان احنا ننهي في المكانه الجيده.
ان انت عشان في المكانه دي محتاجه تركيز كبير جدا وتحويط على اللعيبه بتاعتك بشكل كويس، لان نزلنا على الودان برضو كتير. ايوه ومحتاجين ايوه هات اللي عندك قول لي انا بقول لك يعني فان شاء الله باذن الله نكمل المشوار، اهم حاجه ونحقق التارجت اللي احنا رسمناه على اساس باذن الله تعالى يبقى دي يعني بدايه انطلاقه ان شاء الله. ممكن يبقى فيه تبديل يعني لعيبه مكان لعيبه، تبديل وتوافيق. ايوه يعني لعيبه مكان لعيبه. انا قلت لك قبل كده لما طارق العاشر موجود في طلاع الجيش فالقوام الرئيسي هيبقى عليه يعني 100%. 100% مفيش اخبار عن مصطفى فتحي؟ 100% مفيش اخبار عن مصطفى فتحي؟ بقول لك 100% 100% 100% في طلاع الجيش. لا والله انا كل اللي اعرفه عن مصطفى صراحه ان هو عنده موقف تجنيد فقط لغير. طيب يبقى ما اعرفش، ممكن يكون في طلاع الجيش، ممكن يكون مع الاهلي، ممكن يكون مع الزمالك. عارف المجال مفتوح كبير جدا. ايوه انت قلت لي 100% يا كابتن، قلت لي 100% يا كابتن. اعديها ازاي طيب؟ اعديها ازاي؟ لا والله كل اللي اعرفه ان هو عنده موقف تجنيد فقط لغير. و100% بكلمك جد والله. طيب ما 100% مش انت قلت 100% ولا انا 100%؟ ماشي هاخدها منك مصطفى فتحي 100% بس ما اعرفش فين، بس هو 100%. اللي في الخير يقدم ربنا. بشكرك كابتن طارق العشري المدير الفني القدير لطلاع، بنسعد وبنفرح لما يكون فرقه زي طلاع الجيش موجوده.